هو مهرجان انا مواظب على حضوره يعني من اللي بدا، وهذه المره انا سعيد اكثر لان انا متواجد في المهرجان خاصه من اجل القاء كلمه في المحتفى به المكرم السي محمد حفيان اللي اشتغل معايا في دريس الاكبر، اشتغل معايا في الصوت الخفي وفي طيف ديزار، وزعما انا سعيد بزاف انه هو يختارني اني انا اللي نقول الكلمه في حقه. طبعا كنجي للمهرجان ماشي غير من اجل هذه المناسبه، ولكن كنجي باش اولا نجي للمدينه ديالي اللي كتكون مناسبه اني نجي نزورها ونشوف الاصدقاء، اصدقاء الطفوله، اصدقاء المدرسه، اصدقاء الجامعه، النوستالجيا، ثم التقي باصدقائي الفنانين يعني، وكنشاهد افلام جديده ونشوف فين وصل الانتاج المغاربي بالنسبه للسينما. عندك السي كامل اتولي ديال الموسيقى والسينما عسلكي؟ لا مع الاسف ما غنديروش، لان غادي نرجع للغدا للدار البيضاء لان عندي الحمله الوطنيه للثقافه، انا مشغول فيها دابا شويه، على داك الشيء اعتذرت لهم يعني فوق جهدي، ما بالفرح اني ندير الورشه او ندير اي شيء من اجل مدينه وجده. كنت مبدئيا موافق على المساله؟ كنت موافق طبعا، كنت موافق. لا هما اللي اختاروه، هما ديما كيختاروا، فيهم ما كانت الموسيقى كيعيطوا لي. لان كنوظف في الموسيقى بزاف الاعمال ديالي السينمائيه. شكرا جزيلا. لا شكرا على وجهك. كتعني لي بان اول حاجه باش تختار الفيلم هذه واحد زعما ديجا واحد المكسب مزيان على ان بحال واحد الجائزه ان الفيلم يتختار، وواحد النوع ديال الاعتراف بواحد المجهود دار، وبالنسبه لي دي فرصه تعطى حياه اكثر للفيلم، لان حنا كنعرفوا بان الفيلم كتعطى له حتى كيمشي حتى في القاعات وهذا، لان الناس كيسمعوا له داز في المهرجانات. فبالنسبه لي باش يدوز الفيلم بعد المهرجان الوطني ومهرجان تطوان يدوز في وجده، هذا زعما كيعطي واحد الحياه اكثر للفيلم، ويخلق واحد الاهتمام بواحد العمل سينمائي، واحد المجهود دار اللي كتعطى له امكانيه انه يتشاف، خصوصا في بعض المدن اللي ما فيهاش قاعة سينمائية. هذه هي الفرصة الناس يشوفوه مثلا في وجدة اللي ما يمكنش يوصلوا عن طريق السيركوي كوميرسيال. كيفاش كانت الأصداء وردود الفعل ديال التفاعل الجماهيري مع الفيلم؟ بصح على المهرجانات بطبيعه الحال من خلال كل واحد العروض اللي دارت ديال الفيلم، كانت وحتى العرض ما قبل الاول اللي كان في الدار البيضاء مع الصحافه كان رد فعل ايجابي اللي جبر الامتداد ديالو في المقالات وفي المواقع الالكترونيه اللي شادت بالفيلم واعتبرت انه نجح، وهذا كيفرح. هذا بالنسبه لي هذه جائزه زعما بالنسبه لي جائزه بحال واحد اون ريكومبونس على العمل، يعني بالنسبه لي هذا ايجابي. كنتمنى ان هذا الشيء يستمر حتى في نمشي للناس للقاعات يشوفوا الفيلم، يعني هذا الاهتمام هذا باش ما يضيعش، ما كنتمنى انه يجبر الاستمرار ديالو في القاعات السينمائيه. شكرا شكرا.